تحت الضغط. شيماء ومحمود، محمود وشيماء. محمود هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. أوكي. شيماء تعالي مكاني. حد دربك على تحت الضغط؟ كتير. كتير. التيم بتاعي كله وأسماء أختي كتير وحبيبة الأسيست بتاعتي. طيب. عايزك تركزي على قد ما تقدري الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. فأنا بس بطمنك الأسئلة مش صعبة. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة عربية يقع نهر بردة؟ المغرب. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة التشيك؟ تشيكية. صح. مذكرات عابر سبيل هو كتاب لأديب مصري راحل، فمن هو؟ أحسان عبد القدوس. غلط. ما هي وحدة قياس الطاقة وفقا للنظام الدولي للوحدات؟ نيوتن. غلط. فنان راحل قام بدور حكيم في مسلسل شربات لوز، سمير غانم. صح. يربط مضيق ماجلان بين المحيط الأطلسي ومحيط آخر، الهادي. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة فنزويلا؟ فرانك. غلط. تم توقيع اتفاقية العريش بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية عام 1800؟ بريطانيا. غلط. شفت الأيام هي أغنية المطرب مصر معاصر. صح. في أي رياضة حصلت اللعبة المجرية؟ ملحق. 4. فضلي 4 من 9. وكان في سؤال كمان ممكن يتجاوب. سليم، عايزين الدكتور محمود ينضم لينا. شكلك كده بتحب المزيكا. عجبتني الاغنيه، كان نفسي اقعد هناك على طول. الاغنيه عجبتك جدا، شكلك كنت مستمتع شويه هتقوم ترقص. كان نفسي ما اطلعش بره تاني. بيني وبينك موضوع مقلق. الاغنيه احلى من تحت الضغط بكتير. بصراحه عايز الاجابات بصوت واضح. اقول لك شيماء عملت ايه ولا لا؟ لا مفيش داعي. طيب. تحت الضغط كاونتر. في اي دوله عربيه يقع نهر برده؟ تونس. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة التشيك؟ تشيكية. صح. مذكرات عابر سبيل هو كتاب لأديب مصري راحل، فمن هو؟ محمد المنسي قنديل. غلط. ما هي وحدة قياس الطاقة وفقا للنظام الدولي للوحدات؟ جول. صح. فنان راحل قام بدور حكيم في مسلسل شربات لوز، فمن هو؟ باسم سمر. غلط. يربط مضيق ماجلان بين المحيط الأطلسي ومحيط آخر، فما هو؟ الهندي. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة فنزويلا؟ فنزويلا روبية. غلط. تم توقيع اتفاقية العريش بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية عام 1800، فما هي؟ بريطانيا. غلط. 2 من 8 و4 إجابات صح من 9. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي دولة عربية يقع نهر بردة؟ نهر بردة في سوريا. السؤال الثالث، مذكرات عابر سبيل طبعا للدكتور يحيى حق. السؤال السابع، ما هي العملة الرسمية لدولة فنزويلا؟ بوليفار. البوليفار. السؤال الثامن، تم توقيع اتفاقية العريش بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية عام 1800، انتوا الاثنين قلتوا بريطانيا وهي أكيد فرنسا أثناء الحملة الفرنسية. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي محمود وشيماء. شيماء ومحمود. نتيجة اتغيرت. وشيماء كنت كام يا شيماء؟ 65. 65 و4 إجابات صح؟ 20. و10 نقط هدية؟ 30. لقيته 95. الزمالك كنتوا 60 وإجابتين صح، بقيتوا 70. لو الزمالك جاب ضربات الجزاء اتعادلتوا. ندخل الفقرة الأخيرة من نقطة البداية. 95 و25. 120. طبعا تطمنكم شوية قبل الفقرة الأخيرة. يا رب يا رب. ودلوقتي